السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، نصيحتي لكم وأنتم في طريق النجاح للبكالوريا أولها تنظيم الوقت والإرادة والعزيمة والصبر. أتمنى لكم النجاح جميعا، وفقكم الله لما هو خير. بكالوريا 2024 ناجحين وموفقين إن شاء الله. شهر رمضان الكريم يطير نمط حياتنا ونعيش ونواجه تحديات كثيرة، خاصة في تقسيم الوقت وتنظيمه. اليوم في عدد جديد من برنامج قسرة رمضانية على قناة الهضاب تي في راح أشوفوا مثال حي عن هذا التحدي. من بين الناس اللي يعيشوا تحديات إضافية في هذا الشهر الفضيل هم طلاب العلم، وبالأخص تلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا اللي حاولوا يقسموا ويوفقوا ما بين دراستهم وتجهيزاتهم لامتحانهم النهائي وما بين العبادة وكذا الاستمتاع بفعاليات هذا الشهر الفضيل. يا درا، كيفاش هم منظمين وقتهم وش هو برنامجهم؟ بلا ما نطول عليكم، يلا نقصروا معه. إذا معنا لنهار اليوم التلميذة أبو قصة هديل، مرحبا بك هديل معنا. مرحبا بك. إذا شركي لباس؟ الحمد لله. كبداية قولي لنا شمن شعبة تقرأي؟ شعبة علوم تجريبية. أصعب شعبة. يقال أن هذا الشعبة هي شعبة بزاف صعيبة ولازم لها بزاف خدمة، وش تقولي لنا أنت؟ هي من جانب صعيبة ومن جانب سهلة. من جانب أنها صعيبة وسهلة لازم واحد يكون يقرأ لها مليح ويعاود واش دار في القسم، ولازم المحاولة فيها بزاف. يعني بالخدمة بزاف تلك راسك. طيب كما على بالك موقعش بزاف على الباكر بقل من 3 أشهر، بديتي المراجعة تاعك النهائية والشاملة؟ نعم بديتها. قدا عندك أكدك من اللي بديتي؟ تقريبا شهر. عندك برنامج ماشي عليه في هذا البرنامج؟ نعم عندي. طيب مثلا من اللي بديتي وانت ماشي على برنامج حتى رمضان؟ حتى كما على بالنا انه في رمضان يتغير الاوقات، يتغير الروتين، وحتى برنامجك يعني تبدل بنسبه كبيره. بزاف. قبل ما نحكي على البرنامج او نحكي على القرايه هذه، نحكي شويه على هذه في رمضان. قولي لنا، تعاوني شويه في الفطور، تعاوني في الكوزينه؟ حاجه لازمه يعني بنعاون نعاون الام تاعي ونوقف معاها. يعني واش مالها ديري مثلا في الفطور؟ واش ديري في الفطور؟ مماطيم تحكم الشربه، وانا ندير هكذا بلا دوزيام نعاونها في البوريك الحوايج هذوك اللي البارح. واش درتي البارح؟ درت لهم بلا دوزيام، درت لهم كراتا وميني بيتزا، وزدت درت لهم تحليه مع الاخير. الله يبارك الفطور عليك ان شاء الله اليوم. ان شاء الله. اذا نعاود ونرجعوا للبرنامج الدراسي تاعك او القرايه. كما قلنا انه في رمضان يتغير بزاف التوقيت، ومع انت ما عندك شغل الدار مع الليكور مع القرايه، اسكو جاتك صعيبه بتخلقي وقت للمراجعه النهائيه تاعك؟ جاتني صعيبه بزاف. وعلم على الاول هذه من بعد سلكتي راسك ولقيتي حل؟ بديت نسلك راسي يعني على ما ولفتش، ومن بعد بديت بشوي نوالف. وش هو برنامجك الان؟ برنامج تاعي الان دوكا نهار صباح كي نوض نروح للليسي، وكي نروح نروح تعبانه نصلي اوقاتي، ومن بعد ندخل للكوزينه مع ماما الفطور. كي نخلصوا الفطور نروح نغسلوا المعن بيان سور، ومن بعد نروح لصلاه التراويح. كي نروح لصلاه التراويح نسناهم من كامل يحكموا بلايصهم، يولي الكام في الدار ونحط نقرا. يعني الوقت الانسب لك للمراجعه هو بعد الفطور؟ بعد الفطور. طيب بالنسبه لبرنامج المراجعه، كما انتم شعبه علوم عندكم مواد علميه، عندكم مواد تاع حفيظه لغات، كيفاش ديري كل نهار؟ قال مثلا كل نهار محدد له ماده معينه ولا عشوائي؟ كل نهار ومحدد له الماده المعينه تاعو. كيف هو برنامجك؟ كيما دوكا في الليله كنحط نقرا، نحط عندي ساعه تاع ماده ادبيه، ومن بعد نخلي الوقت اللي بقى لي كيما راه من الوقت للسحور نديرها المادة علمية، نروح نستدرك النقائص اللي عندي في أي مادة نعود نستدركهم، ونقعد في الكثير نحل تمارين. يعني في الفترة الممتدة يعني تاع السهرة كاملة للسحور وانت تقرا تراجعي كامل المواد ما بين أدبي ما بين علمي؟ نعم. طيب في المراجعة تاعك تعتمدي على ملخصات أو على الامتحانات السابقة تاع الباك ولا على الانترنت؟ على واش الحاجة ولا المصدر اللي بزاف تعتمدي عليه؟ في المواد العلمية نعتمد على الامتحانات البكالوريا السابقة كثيرا، وفي المواد الأدبية نعتمد على الملخصات، ونعتمد على التمارين الثانية البكالوريا السابقة.
يعني الأكثرية على امتحانات السابقة وعلى التمارين. كثرة التمارين تعاون، لكن كما كثرة الدراسة والاجتهاد مليح، كما الراحة ثاني مليحة، كما راحة نفسية وراحة جسدية. في برنامجك خليتي نهار راحة مدينة نهار للراحة. نعم، خليت نهار راحة، خيرته نهار الجمعة. نهار يعني ما ديريش فيه مرة، ما تقرأيش فيه، ما نقرأش. إذن هذا هو برنامجك، لكن يعني نقوله درك أنت راكي فوتي شطر كبير في مسارك نحو الجامعة، ما بقالكش بزاف بإذن الله. ثم كنت قولينا أو تعطي نصيحة للعباد اللي راح يعقبوا العام الجاي إن شاء الله من ناحية برنامجهم، من ناحية تنظيمهم، مثلا غلطات درتيهم مش حابة الناس يطيحوا فيهم. النصيحة اللي نقدر نمدها اللي راح يجتازوا الباك العام الجاي، إنه الحاجة اللي قراوها يعودوها في الدار، والحاجة اللي يديروها في القسم لازم تتعود في الدار، ويبعدوا البعد التام عن التليفون. هذا هو نصائح، هذا هو. شكرا إذن، شكرا كثير لك على نصائحك وعلى برنامجك ثاني اللي أكيد استفدنا منه، استفادوا منه بزاف عباد. إذن هذا هو كان برنامجنا مع تلميذة أبو قصة هدين، ونتمنى لها كل التوفيق والنجاح في مسارها إن شاء الله. إذن عدنا اليوم لعبة صغيرة مع تلاميذتنا اليوم، مجرد تيست صغير نشوفهم راهم فاطنين ولا غالبهم رمضان واجدين. إذن لغزنا الأول أو سؤالنا الأول يقول: له أوراق وما هو بنبات، وله جلد وما هو بحيوان، وله علم وما هو بإنسان، فمن هو وما هو؟ نعاود لكم: عنده أوراق وما هوش نبات، وعنده جلد وما هوش حيوان، وعنده علم أو في داخله علم وما هوش إنسان. كتاب. إجابة صحيحة. إذن أول نقطة لفوج الذكور. ننتقل إلى السؤال الثاني أو اللغز الثاني اللي يقول: حاجة تبان في القرن مرة، وتبان في الدقيقة مرتين، وما تبانش في الساعة. تفضل. صحيح. إذن عندنا تعادل ما بين الفوجين، فوج الإناث وفوج الذكور. والسؤال الثالث اللي هو سؤال دراسي راح يحسم النتيجة مع الأستاذ عبد الحميد. السلام عليكم. السؤال راح يكون في الوحدة رقم واحد في المتابعة الزمنية. نهار يعني ما ديريش فيه مرة. في وسط مال. عارف زمني ستة أربعة. إذا هذا هو برنامجك، لكن يعني نقولوا درك أنت راكي فوتي شطر. ما هي أهميته؟ كبير في مسارك نحو الجامعة، ما بقالكش بزاف بإذن الله. إجابة كاملة. ما كنت قولينا أو تعطي نصيحة للعباد اللي راح يعقبوا العام الجاي إن شاء الله من ناحية برنامجهم، من ناحية تنظيمهم، مثلا غلطات درتيهم مش حابة الناس. إذا الإجابة للذكور. إذا ألف مبروك لفوج الذكور اللي فازوا معنا هذه اللعبة. شكرا لكم أنتم أيضا، كنتم متفوقين. إن شاء الله هذا الجو من التفوق والنجاح نلقاه في نتائج البكالوريا إن شاء الله، وراح نفوزوا أو يربحوا معنا فوج الذكور. هدايا مقدمة من القلت. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقتنا لنهار اليوم. قناة الهضاب تي في تتمنى لكم ولتلاميذ البكالوريا كل التوفيق والنجاح والسداد في مشوارهم الدراسي، وشكر خاص لحارة الحفرة اللي استضافتنا اليوم عندها. وما علي نقولكم إلا دمتم في رعاية الله وحفظه، وصحة فطوركم.